وليدي حقي الحقه ماشي غير اجيو كاع الحاجه اللي جات دوز للناس عند السبيطار عند السبيطار ام زميز كلش دوز عند السبيطار اللي كان اللي جاي دوز عند السبيطار هاد الناس اللي هنايا شكون غادي يعني كلشي كيجي ولكن اللي يعطي لك شي حاجه ما كاينش اللي مشيتي عنده كتقول لي شي حاجه كتقول لك سيت العشيه حنا في دوار ام زميز الكراكه العليا في الكراكه العليا هنا فهاد هاد القند هذا ما تولينا الناس الناس ديال جيراننا وبقاو فينا ما جاو لنا الناس يحيدوهم ما جاو اش غنقول لك هما السي والسيد من العائله كاع مات هو ما سميتو ما جبدو حتى ثلاث ايام ما شاو ديال الشهاده وشحال من واحد مات مات هنا وما كاينش اللي يجي يقول لك اشنو طرا ولا شنو كاين وعباد الله انا احسن في البرد اش الشهاده واش حنا ما حنا ما ايه راه هادشي هادشي كاين على الصعيد الوطني ماشي مشكل ولكن لكل يدي حقي الحقه ماشي غير اجيو كاع الحاجه اللي جات دوز للناس عند السبيطار عند السبيطار ام زميز كلشي دوز عند السبيطار اللي كان اللي جاي دوز عند السبيطار هاد الناس اللي هنايا شكون غادي شكون غادي يكون بهم شكون اللي غادي يهضر عليهم اللي مشينا عنده في المسؤول اللي كتقول لي شي حاجه كتقول لك سير حتى العشيه اش من عشيه؟ العشيه باللي الناس كيموتوا بالبرد هنا والناس كيموتوا بالبرد والناس سميتو واللي قلتي لي شي حاجه كيقول لك سير حتى العشيه العشيه اليوم العشيه غدا العشيه بعد غدا الكاميوات كيجيو الاعانات كاينين ماشي 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 خاصين راه مراكش طالعين سميتو كيطلعوا الكاميوات عامرين ماشي ماشي وحنا حنا كنوقفوا في السلسله ما كنشوفوا داك الشيء كيدوز عامرين جات السلعه معاونه من عند سيدنا وجايه ياك عرفتي ومن يعني حنا كنهضروا اللي جا كيجي على وجه سيدنا ما كنهضروش على شي واحد اخر يعني كلشي كيجي ولكن اللي يعطي لك شي حاجه ما كاينش اللي مشيتي عنده كتقول لي شي حاجه كتقول لك سيت العشيه شنو بغيتو اول حاجه فاش يتسروا عند عباد الله في الصدقه جيت تشوف واش تمشي تمشي عندي تشوف جاجي معاه تشوف الناس فين 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 قاعده راه قاعده هكا تحت تحت السماء ما كاين ما كاين حتى شي حاجه راه الديور مسدودين وواقفين وكتسناو امتى يهبطوا حتى هما وكتمشي مشقوق راه كتبغي تدخل تاخذ راس ها على هاد الحوايج هما اللي عندنا بوحدهم ولكن ما قديناش ندخلوا راه المحل ما قديتيش تدخل راه مهدد محل مهدد للانهيار اش غدير اش غدير فيه تدخل تخلي روحك تما وكتمشي عند الناس باش راه كلشي داكشي اللي عندنا بقى في الدار اش غنقولوا لك الليله شنو خرجتوا روحنا 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 حنا راه حنا راه ملي خرجنا خرجنا هكا 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 وحنا راه كنقولوا حنا في المغرب راه ماشي في شي بلاد اخر راه المغرب كلشي فيه المغرب راه المغرب راه قد راه قد براسو وكلشي فيه الحمد لله راه ما قاص خير ياك عرفتي غير وما عمرنا سولنا على شي حاجه حنا غير دابا هاد الشيء راه كارثه قبل من هاد الكارثه ما عمرنا حنا سولنا على شي حاجه وما عمر خاصنا شي حاجه حنا خدامين على روسنا وخدامين على سميتو وبخير وعلى خير ما كاينش مشكل ياك عرفتي اللي قدينا كنديروها واللي سميتو اللي ما عندهاش كنديرو بالنقص منها ولكن دابا راه ما كاين ما يدار دابا راه حاصل على برا راه كلشي الناس حاصلين على برا حنا دابا في الكراكه الفوقانيه حي الكراكه العليا في ام زميز حنا راه مقهورين حتى حنا راه مقهورين راه ما كايناش يدار هنا ما تقاس راه ما يمكن شي وراه كذب عليكم كذاب اللي قال لكم شي واحد باقي غيدخل لدارو يسكن فيها راه امبوسيبل هذه راه ما كايناش راه مقهورين لا معاونه لا سلطه لا والو هادشي راه ما كاين الناس اللي ماتوا هنا حنا اللي جبناهم الناس اللي مجروحين هنا حنا اللي جبناهم ثلاثه الناس غير في هاد الدار هادي ثلاثه الناس غير في هاد الدار هادي واحد السيد مات هنا واحد السيد مات هنا واحد السيد مات هنا وجوج الفوق وثلاثه الاخرين الفوق راه حنا اللي جبناهم ما كاين ما كاين شي واحد جوج جبدهم ولا اللي وصلهم حنا راه مقهورين دابا بغينا الما كاين عندنا الحمد لله الما كاين ما غاديش نكذبوا على الله الما كاين ولكن الناس هنا راه مقهورين ما كاين ما ياكلوا ما والو هذاك الشيء هذا الشيء اللي عطى الله وهذا الشيء اللي كنتمناو دابا كنتمناو من السلطات يعاونونا باش ما كان حنا بغينا دابا راه الحصاير اللي دورنا باش نستروا عائلتنا غير الحصاير اللي دايرين باش نستروا عائلتنا ما كاين لا كياط لا والو انا جبت العائله ديالي البارح لهنا راه ميته بالبرد والله العظيم الا كيتقفوا بالبرد بالله والله اللي عالم بيا ها هو البرد بالليل وبالنهار بالنهار كاينه الشمس والسد
اش غدير؟ راه ما عندنا ما ندير. دابا حنا كنقول الحمد لله من اللي باقي العمر، راه ما نكذبش، الله اللي عالم بينا، راه الموت جات حتى حدا رجلينا وتسلمات معنا ورجعت. حنا داكشي هادشي اللي كاين وهادشي اللي غادي الحمد لله. دابا حنا ما نكذبش عليك، انا عائلتي ما تقاست، انا ما تقاست، ولكن جيراني بقاو فيها بكيت عليهم البارح، والله العظيم البارح من النهار من الصباح، من الصباح حتى ود العشاء، صليت العشاء اخر واحد فنا البارح ديال المقبره، 16 واحد فنا البارح.